السلام عليكم يا جماعة، الأخبار. من الكلمات الـ commonly mispronounced in English، كلمات في الإنجليش اللي بتنتهي بـ AW. إحنا أغلبنا دايماً بينطقها OW. تعالوا نقعد نفهم إزاي نقدر ننطقها النطق الصح، لأن ده هيفرق معاك في الإنجليش كتير جداً. أول كلمة معانا في الإنجليش اللي هي القانون. في الإنجليش إحنا بنقول law، وده طبعاً خطأ كبير جداً لأنها بتتقال law. law، افتح الاو، law. تمام، وانا النهارده هنطق American English عشان خاطر ما الناس ما تلخبطش. يبقى لما تقول انا اتخرجت من كليه الحقوق ما تقولش I graduated from the faculty of law. ما كده معناه في العربي انا اتخرجت من كليه الوطين. ده كلام حد يقول على الناس المحترمه اللي بتاخد حقوق الناس او اللي بتجيب حقوق الناس، ما ينفعش. لازم نقول I graduated from the faculty of law. law، افتح الـ A. law. تاني كلمة معانا ودوت الماضي بتاع فعل C في الإنجليش. احنا عارفين ان في الإنجليش في أفعال بتبقى بسيطة regular verbs بيضاف لها AD، وفي أفعال تانية بتبقى irregular، يعني أفعال شاذة يعني. وأنا آسف كلمة شاذة دي. أفعال الشاذة بقى منها فعل سي في الماضي، ما تقولش so I saw him yesterday. no، say I saw him. I saw him yesterday. تمام، لأن so ليها معنى تاني في الإنجليش، معنى تاني خالص. so بمعنى يبذر أو يزرع البذور. حتى في إيديو مشهور قوي اسمه we reap what we sow، يعني إحنا بنحصد ما درعنا. تالت كلمة معنا كلمة raw. ودي طبعا في الإنجليش ليها كذا معنى، من ضمنها مثلا raw food يعني أكل ني، أو raw material. raw material، ما تقولش raw لأن raw معناها صف. يعني أنت عاوز تقول إن الـ AW في الإنجليش نطق law raw saw yes. الـ OW بقى في الإنجليش للأسف ملهاش قاعدة، أحيانا تبقى تتنطق low على وزن low زي no، وأحيانا في الإنجليش الـ OW تتنطق now او، يبقى احيانا او واحيانا او. للاسف ما بيبقاش في رول، you just have to consult a good dictionary، يعني انت بس محتاج انك تستشير او تبص في قاموس كويس. thank you يا جماعه and wish you all the best. bye.